تدمير كامل المستشفى جاهز كامل كل شيء، فقط ادخال الأسرة فقط. وايد مهم ان اهلنا وجماعتنا المقيمين يقومون شويه بشد الحزام خاصه في الفتره هذه، اتمنى ان شويه نشد الحزام ونشوف هاي الارقام تنزل عندنا. اتمنى ان في الفتره القادمه سيدي من الجمهور ان يقدر جهود القياده حقيقه في اللي قاعد يصير، ويقدر على الاقل بعد جهود الموظفين اللي شغالين طول العمر في القطاع الصحي اللي يسهرون ليل ونهار وانه يلتزمون خلال الفتره هذه. ان شاء الله انها تنزل وهلا يلتزمون، هلا توصلهم الرساله يفهمون. شعبك يتبعونك طال عمرك، اللي تامرون به عيالك هذا طال عمرك. اهل الامارات لماحين واذكياء بدون شك.